الباب الرابع نتاع البلاغ يا سي طارق يقول لك وللتذكير فان التكليف كل من منتصر الوحيش حتى على مستوى الشكل كان قبل انيس بوسعادي هو الاول تو ولا منتصر الوحيش وانيس بوسعادي قراءه اخرى سيكون لفتره وقتيه وهي قياده المنتخب واحد لازم يكتب معاكم يقرا 10 مرات قبل طبعا طبعا لازم خط واحد واضح طبعا وقتيه وهي قياده المنتخب الوطني في الدورة الدولية الودية في شهر مارس القادم. حدد المهام المعارف. يعني أنت اليوم شهر مارس القادم 26 دورة الدولية يعني اليوم كيجي رئيس جامعة يقول لك لا أنا نحب نحيهم ما يكملوش دوما شهر مارس وشكون قال لك أنت قرر ينحيهم أي ما تراش القرار هذا يلزمك تقرر أنت ما يلزمكش تخلي فراغي عايش خويا أنا الفراغ. ما خليتلكش فراغ الفراغ مش مشيت مشيت أنا نحيتني أنا وجبت الآخر أنت حر الباقي الفراغ مش مشيت نعطيك حاجة هي الانتخابات يوم 9 أنا مش نعطيك نجم يوم 10 أنا نحط طارق وسيوسف مش كاملوا الدورة تاع مارس نتاع الإمارات سيوسف وطارق وقت اللي وصل لمار وقت اللي وصل لمار لتونس وقت اللي جاء لمار لتونس وتسلم المهام نتاعو اش عندنا احنا وقتها سيوسف عندنا ماتش مع البرتغال شكون مشى الماتش ضد بورتو؟ مشى يوسف زاوي واحد واحد دير زيتوني ديريكتور ديريكتور تكنيك معناه احنا فيه الصيف انت فرق بعيد هذا مدرب المنتخب الاوسط لا فرق بعيد لا انا فرق انا مدرب انت مين الجامعه مدرب اوسط كما ديريكتور تكنيك يا عبد الباقي لا عبد الباقي لا تجوز ماهيش قيمه لا ماهيش قيمه الصيف انت منتمي للجامعه وهو منتمي للجامعه مش كيف كيف شلون مش كيف كيف كيفاش مسؤول خرج يا ولدي ما هوش ديريكتور تكنيك عايش هو مكلف بمهمه لدى ديريكتور تكنيك وديريكتور تكنيك مي عبد الباقي راك تتبسط في الامور لدرجه اللي في الامور تبسط من لا انت يوسف انت تحكي من منطلق الميريت مش ميريت من منطلق البوست من منطلق انا نحكي من منطلق ليرارشي مع الموجود ليرارشي مدير فني كمان تلجأ إلى الفنيين الذين يخدمون تأخذ لنطنان بتالكادي تحت لوائها تجم تأخذ تأخذ لنطنان بتالكادي تجم تأخذ لنطنان رجوان بتالكادي تالكادي تأخذ هكما وانت قل لك غلطة في اختيارك انت قل لك غلطة في اختيارك ما انت تو قلت لك انا سي عبد الباقي باش تختلف معك تختلف معي يا عبد الباقي انت اعطيتك انا قلت لك انت قلت شكون شد قلت لك لدير انا راني ديريكتور تكنيك هذه رأي راهو مش كيف كيف طبعا يا ولدي مش على الشخص والفرق مش على الشخص انا ما زميش امبيشمون لا عرفي لا قانوني لا اخلاقي في اني نجي انا للمدرب المساعد نتاع منتخب المينيم ونحطه واختيار المنتخب الاخر لا مش كيف كيف سي عبد الباقي لا لا مش كيف كيف سي عبد الباقي تحكي على ليكيب ناسيونال راهو سي عبد الباقي شفت كيفاش تحكيوا على الميريت مش انا ايش نحكي على الميريت ما نحكيش هل انه البصعيدي ميريت او ميريت فا يا ولدي ما نحكيش على انه الوحيدي ميريت او ميريت على اشخاص لا نحكي على اشخاص مسميين بسميهم مش بين الاشخاص ويتشو جريك مش لا لا ما قالوا الوحيدي وبصعيدي لا لا نتكلموا على على المسؤوليه انا نحكي المسؤوليه هذو مزوز هذوما على ذمه الاداره على ذمه الجامعه استعملتهم ياخذوا في شاري ياخذوا قعد قاعد في بيرو اقعد